أعلن توماس بورج سفير نيكاراغوا لدى بيرو أن بلاده منحت اللجوء السياسي إلى ألبرتو بيزانجو، وهو زعيم الهنود بمنطقة الأمازون والمطلوب القبض عليه. كان بيزانجو قد لجأ إلى سفارة نيكاراغوا في ليما بعد المظاهرات التي قادها في شمال بيرو للاحتجاج على خطط الرئيس ألان غارسيا لتخفيف القيود على أعمال التنقيب عن البترول في أراضي منطقة الأمازون التي يعتبرها الهنود أراضي الأجداد. وقد أدت المظاهرات إلى وقوع اشتباكات عنيفة في بيرو أسفرت عن مصرع 60 شخص على الأقل، بينهم عدد من رجال الشرطة.